اتصال مع فنان الكبير داود حسين، يعطيك العافيه، قواك الله ابو حسين، معاك الهوى. هلا هلا حبيبي اخوي طالب، اول شيء يعطيكم العافيه، وانا ايضا في عيالي الثلاث اقمار اللي اليوم انتم يا حبيبي منورين القمر كله. اي والله واليوم يعني صراحه والله قاعد اشوف اخوي صادق قاعد اشوف في ثلاثه الله يحفظهم. الله اي والله حبايبي ثقوا تماما، ابوكم صحيح راح جسدا ولكن بقى روحا بيننا. الله يرحم والدينك. ما تقصر اخوي، انا هذا اخوي، والله انا لغايه الان ما اصدق انه رحل عن الدنيا رحمه الله عليه، ولكن لله ما اعطى والله ما اخذ. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، انا الحمد لله. ايش تبون يقول هذا حبيبي صحيح الله يرحمه. نعم يعني رحمه الله عليه. كنا اصدقاء مع بعض ولنا يعني وايد اعمال مع بعض، ومن بداياتي كانت وياه، وكان ولد دفعتي بالمعهد العالي، فكنا ما ادري وايد اشياء يعني جميله. عمي احنا بعد ربينا وياك ايام مسلسل قرقيعان، صح؟ كنا مثلين وياك واحنا صغار، حزتها يوم تغرقني بالاكوابارك تشتري لي برد بعد، تقول لي حبه بوسه، تحبه بوسه. ما ننساك يا عمي، والله يجزاك الف خير. ابو حسين اليوم انت علاقتك مع الفنان رحمه الله عليه ومع ابنائه مختلفه تماما، وانت اليوم زودتنا بصوره نبي نستعرضها معاك، نبيك تشرح لنا شنو هالصوره اللي اعطيتها الكنترول. تشوف التلفزيون ولا مو صوب الشاشه؟ بلى ايش هذه الصوره؟ علق عليها ابو حسين. هذه الصوره من الصور الجميله دي. انا وقتها ارتبط في مسرحية اسمها رش خروه، لا يسمونها صبوحة، لفرقة المسرح. اوه صبوحة. فمسرحية صبوحة وقتها كانت يعني كنا مع بعض، وتوتي كنت متعرف على حبيبي واخوي رحمة الله عليه. اي نعم. فهني كنا مع بعض حتى بالبروفات كلها جميع، فكنت وقت اللي هني هاي هذا مطار لندن، هذا مطار هيثرو اول ما نزلنا كلمونا. الصورة ما شاء الله غنية بالفنانين، رحم الله اللي الله يرحم اللي راحوا والله يحفظ الموجودين. فمن الكويت كان صادق دائما يقول لي هناك اذا رحنا داوود ترى نبي كذا، نبي هذا بالبروفات. فسوينا ثلاثي جميل، كان يعني ثلاثي رائع وحلو وجميل. كنا ما نطلع الا ثلاثتنا، انا واخوي صادق رحمه الله عليه وابراهيم الحربي، احنا الثلاثه كنا فريق واحد. والله العظيم والله يا جماعه ان صادق اعطى مثال جميل للفنان الكويتي بالخارج. والله العظيم انه تعال شوف شلون التفاني في البروفا. احنا وقتها ما عندنا يعني احنا رايحين لندن نعرض مسرحيه، صح؟ فبالتالي احنا ما عندنا شو وقت ناسب، ما نقدر نقول حق الناس، فكنا نوزع بروشورات يعني انا واخوي صادق رحمه الله عليه والحربي والنبهان والربع، والله نوزع البروشورات حق الناس في الهايد بارك والمسرحيه. اي كان جميل جدا. هذا غير طبعا اكيد يعني المقالب اللي كانت تطير والغشمره اللي كانت تطير وهذا، وشغلات كنت انا ساعات ابلشها فيها وهو يبلش ساعات. فاخوي يعني انا في النهايه رحمه الله عليه حبيبي. مشكور يا ابو حسين على هذه المداخله، عسى الله طول بعمرك يا رب، وكل يعني ما تسوي اكيد في ميزان اعمالك، وهذه ما هي غريبه عليك صراحه، دائما راعي فزعه وراعي واجب يا ابو حسين. اي والله اليوم